mucho. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسيحي اسمعني 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 بقلبك مش بعينيك مش بأذنك. لو سمعتني بقلبك أنا واثق إن كلامي هيأثر فيك وبإذن الله هيصل إلى قلبك. القرآن بيقول في كتابه بيقول إيه على المسيحيين؟ القرآن بيقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا لتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا والذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم الذين قالوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لا لنا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. إذن اليهود المشركين أشد عداوة للمسلمين والمسيحيين أقرب الناس. عشان كده أنا عايز أتكلم معاك. اسمعني بقلبك مش بعينيك وشيل أي أضغان أو أي أحساد اعتبرني أخ ليك بكلمك. القرآن عندنا في سورة مريم بيقول ايه؟ طبعا مريم هي سيدة نساء العالمين. بيقول ايه؟ فناداها لما مريم عليه السلام قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. انها حصل عندها حمل وده كان حمل اعجازي ما فيش زوج. فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريه وهزي اليك بجذع النخل التي تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. طب الايه دي فيها ايه؟ الايه دي فيها اشياء غريبه جدا. اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى قال لها لا تحزني. طب ايه اللي يخليه يقول لها لا تحزني في الموضوع ده بالذات؟ اثبت العلم الحديث ان الحزن من اشد الاشياء الفتاكه للمراه الحامل. اولا يسبب تسمم الحمل، ثانيا يسبب الاجهاض، الحزن والزعل الشديد. وطبعا هي كانت في موقف عصيب لانها كانت حامل وهي بريئه ربنا سبحانه وتعالى. أول شيء الحزن، بيحذرها من الحزن، لما تحزنيش. الحزن له تأثير فتاك على صحة على 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 ممكن تصيب المرأة تسمم الحمل، ممكن يصيبها بالإجهاض. اكتشفوا حاجات تانية غريبة جدا، اكتشفوا إن الحزن يؤثر على الجنين تأثير سلبي، ممكن يولد بتشوهات خلقية وبيصاب ممكن يصاب بمرض الربو، مرض ربو الصبر. لو ان نسبه كبيره من الاولاد الام بتبقى في حاله نفسيه غير مش يعني غير منضبطه بيصاب الجنين بمعرض لاصابه بالربو، ربو الشعبي اللي احنا بنسميه اللي هو في سوء التنفس وحساسيه الصدر. ده اول حاجه ربنا سبحانه وتعالى بيقول لها لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريه، ربنا جعل تحتك نهر جاري فكلي واشربي وهزي اليك بجذع النخله تساقط عليك رطبا جنيا. هزي إليك جزء النخلة، نخلة من عبارة كانت قاعدة تحت النخلة، نخلة بتنتج نخلة بلح، هتنزل عليك رطب. عندنا حديث بيقول ليس لا لا لا, لا طعام أفضل للمرأة الحامل أو ليس عندي طعام أفضل للمرأة الحامل من الرطب. اكتشفوا إيه في الرطب؟ إيه اللي موجود في الرطب؟ طيب إحنا عندنا الحقيقة الثانية الإعجازية، إن ربنا بيقول لها هزي إليك جزء النخلة. طب النخله دي لو هزها 10 رجاله ما يقدروش، كان ممكن جبريل يجيب لها او الملك يجيب لها الرطب لغايه عندها. لكن ربنا عايز يعلمنا فائده الحركه، فائده الرياضه بالنسبه للمراه الحامل. في دراسه امريكيه اتعملت في امريكا على نساء حوامل من سن 20 35 سنه، قسموهم قسمين، قسم قال لهم يلعبوا العاب رياضيه والقسم الثاني ما يلعبوش العاب رياضيه. العاب رياضيه زي ركوب درجات وجري ومشي. اكتشفوا ان الستات النساء اللي عملوا رياضه كانت صحتهم الجسديه وولادتهم اسهل بكتير ونسبه الولاده كانت افضل واحسن. اكتشفوا ان اللي كانوا بيلعبوا رياضه نسبه الوفيات كانت اكتر والولاده كانت اصعب. يعني معنى كده ان الرياضه لها تاثير ايجابي قوي جدا على صحه المراه الحامل وتيسير الحمل. الحاجه الثالثه مشكله وبس، لقوا ان الرياضه بتؤثر على تسهل تقلل نبضات الطفل في الجنين في الطفل في او الجنين في رحم المراه وبتسهل التنفس
وتيسر الولادة، تخلي المرأة طبعا تستطيع انها تتحمل اعباء الولادة. الشيء الثالث وده الاعجب، ان ربنا سبحانه وتعالى امنها باكل البلح والرطب بالذات. عملوا بحث حول البلح والرطب، اكتشفوا انه اول شيء مضر للبن، لان البلح فيه نسبة عالية جدا من الفيتامينات والاملاح المعدنية ونسبة عالية من السكريات. اكتشفوا ان هو يؤدي الى شيء عظيم بالنسبة للمرأة، اولا مضر للبن، ثانيا بيزود بيقوي الجهاز العصبي عند المرأة، ثالث حاجة بيساعد على انقباض تقلص الرحم او انقباضه، فبالتالي من السهل ان المرء ان الرحم ينقبض فيطرد الطفل وتكون ولادة المرأة سهلة. المرأة الحمل محتاجة لإيه أكتر من إنها تولد ولادة سهلة ويبقى في صدرها لبن عشان ترضع. مش كده وبس، وبيزود بيقوي جهاز المناعة عند الطفل، وبالتالي يولد تعرفين إن نسبة الوفيات بتبقى ممكن تبقى عالية شوية في الأطفال الرضع، يقوي جهاز المناعة وبالتالي يحميه من الإصابة بالأمراض، ويبقى عنده ويبقى احتمالية إن هو يعيش أكتر بكتير. منين الرسول صلى الله عليه وسلم عارف الكلام ده كله؟ يعني بكتشف ان البلح سهل الامتصاص وسهل الهضم ويساعد على تقلص الرحم ويقوي جهاز المناعه وبيضر اللبن في نسبه ويخليها تتحمل اعباء الولاده لان في نسبه عاليه من السكر. طيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف الكلام ده كله منين؟ عرف منين فايده تاثير الحزن على المراه الحامل؟ وعرف منين فايده الرياضه؟ القرآن بيقول لها السيدة مريم وهي في عز الولادة هز النخلة. طب ما ممكن ربنا سبحانه وتعالى ينزل عليها البحر وهي قاعدة، ربنا مش قادر ان هو يهز النخلة بنفسه او يخلي جبريل يهز النخلة بنفسه، لكن ليه هي تعمل كده؟ لأن حركة تاخد بالأسباب، الإنسان لازم يجتهد وياخد بالأسباب، احنا خلقنا عشان نتعب وناخد بالأسباب، دي حاجة. تاني حاجة الحركة مفيدة جدا للمرأة الحامل، رياضة بدأت الدراسات الكلام ده، بدأت الدراسة الكلام ده إن الرياضة مفيدة جدا للحامل، دي دراسة أمريكية يعني الناس اللي هناك نصارى مش أنا، وابحثوا عنها وهتلاقوها. تالت حاجة الفايدة العظيمة لرطب البلح، مضر للبن وقوي جهاز المناعة، سهل الهضم والامتصاص، مليان فيتامينات، مليان سكريات، مليان أملاح معدنية. طب الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام ده كله منين؟ إلا إذا كان نبي مرسل. مش ده دليل اعجازي على ان القران ده من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ فيا ريت يا ريت حاول تحكم قلبك، مش تحكم عقلك، مش بس القلب، وابعد عن قلبك التكبر او التعصب، الحق نفسك قبل فات الاوان. اي ربنا سبحانه وتعالى بيقول في كتابه من يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين، من يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهوديا او نصرانيا من هذه الامه ثم لا يؤمن بي وبالذي ارسلت به الا وكان من اصحاب النار. الحق نفسك قبل فات الاوان، انك ستقع في جهنم ولن تخرج منها ابدا، عذاب جهنم عذاب شديد، هتخسر اخرتك وهتكون هيكون الندم والحزن الشديد، ما عادش هينفعك، هتتمنى انك ترجع الى الدنيا لحظة عشان تدخل في الإسلام. يعني احمد ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا سبحانه وتعالى جعلك إنسان ينصحك في الدنيا، فهتندم، الندم هيبقى مضاعف، لأن المسيحيين آلاف المسيحيين دلوقتي كل يوم بيخشوا في الإسلام، أمريكا بيخش فيها كل ساعة بيخش فيها أربعة في الإسلام، وجميع الإحصاءات بتقول إن أوروبا كلها هتبقى كمان 20 سنة هتبقى كلها مسلمة، وفرنسا وكل الدول هتبقى مسلمة. أمريكا هيبقى فيها 80 مليون مسلم سنة 20. الناس دي كلها يعني ما اسلمتش من فراغ، كلهم لان تبين لهم الاعجاز العلمي اللي موجود في القران وفي السنه. ان اللي انا قلته ده اعجازه من مئات ومئات ومئات الاعجازات الموجوده في القران والسنه، اللي كل يوم بتجعل علماء الغرب يدخلوا في الاسلام. ف انت ايه اللي محتاجه انت اكتر من كده؟ فالحق نفسك قبل فوات الاوان، ستبكي دما، يعني ستبكي دما، مش هتبكي دموع، هتبكي بالدم، ولن ينفعك البكاء ولن ينفعك الحزن. فياريت الحق نفسك قبل فوات الاوان وادخل في الاسلام. اقول قولي هذا، استغفر الله.